غسان صباح الخير. صباح النور. يعني نحن بأمس الحاجة للمعلومات الصحيحة وبنفس الوقت لبعض هيك الإيجابية شوي بالأجواء يلي بلش اللبناني شوي يشعر فيها مع صباحية وزراء جديد ووزارة جديدة إن شاء الله. صحيح. اول سؤال لك، شو هالتهافت اللي صار امبارح؟ هيدا لعب بالناس؟ هل الدولار سعره العالي والواطي بالسوق السوداء شيء سياسي عامل نفسي ولا عامل ما بعرف سرقه؟ شو عم بصير؟ شوف، هلا لما بصير في صدمه ايجابيه او سلبيه السوق بيتفاعل معها فورا. اذا منلاحظ او منتذكر من حوالي الشهر ونص لما تكلف دوله الرئيس ميقاتي، نزل الدولار بيومين من 23 ألف لحدود 17 أو 18 ألف. ليش؟ لأن العالم تتوقع أنه هالصدمة هيدي الإيجابية تكون في من وراها تفاؤل ويصير في شيء إيجابي يحسن الوضع، فبتستبق الأمور لحتى تركض وتحافظ على موجوداتها يلي هي الدولار اليوم. بس مين؟ الناس بتركض. الناس هي بتركض، تجي بتقول انه اليوم صار في حكومه، يعني هالحكومه صار في اتفاق، يعني ممكن تشتغل، ممكن تعمل نتائج. هي عراسي، بس انه هيدي قصه 15 ونط لل 17 بظرف نص ساعه، طيب كيف يعني؟ هلا ممكن انه يكون في شويه تلاعب، بس لو ما العالم عم تتهافت لحتى تبيع ما كان بينزل، ولما العالم بتتهافت لتشتري كمان بيطلع السعر. وهيدي اياها يعني بس في لعبه سوق. الدولارات راحت لوين؟ للصرافين، للمصارف، يلي عم بيبيع للصراف. إيه؟ يا اخذوا الصراف. هلا الصراف كيف بيرجع بيتصرف فيه؟ هو بيخليه عنده، بيرجع بيبيعه، بيكون عليه طلب يمكن للتجار، لانه في حركه اقتصاديه اليوم. عم بتصير كاش برات المصارف بحجم كبير، بطلت مثل قبل. يعني اليوم اللي معه كاش دولار ما بيروح بيحطه بالبنك، يا بيروح بيصرفه عند الصراف اذا بده يدفع ليره لبناني، يا اما بيخليه معه دولار لحتى يدفع فيه دولار. هذا شيء بحسن الوضع ولا بيخليه يصير أسوأ؟ البيع الدولارات يعني بهالطريقه اللي صارت. هلا لما انت بتعرض الدولار تنزل قيمته، وكل شيء بينزل قيمه الدولار يعني عم بيحسن الليره، والليره هي عمله البلد، كل ما تحسنت كل ما احسن. كل ما احسن طبيعي. طيب لنرجع لوضع الناس وال يعني ودائع اللي موجودة بالمصارف، لأنه حضرتك يعني اختصاصي مالي ومصرفي، بنستشيرك. أول شيء بلش أنا وياك بقصة الكابيتال كنترول يلي لجنة المال إلى فترة بتدرسه. هل نحن تأخرنا على الكابيتال كنترول كتير؟ هل إذا هلأ نحطت الخطة وتنفذت بتساعد مطرح معين، بتساعد هالمودع لأنه يسترجع قسم على القليل من أمواله؟ لكن استرجعهم كلهم لأنه أكيد ما حدا رح يسكت على أمواله. خبرنا. الكابيتال كنترول هو جزء من عدة إجراءات لازم تصير لما بيكون في أزمات مالية ومصرفية واقتصادية. نعم. وكل واحد من هالإجراءات في له وقته، ما في شيء يصير قبل شيء ويعطي مفعول، وما في شيء يجي مؤخر كتير ويعطي مفعول. الكابيتال كنترول الواضح انه كان لازم يصير على القليل من 3 سنين او من 4 سنين لورا قبل ما يتهربوا الاموال، حتى مش قبل الازمه، لانه نحن واضح كان مبين بلبنان بال 2017 انه كان في ازمه ماليه ونقديه وفي ضغط على الليره اللبنانيه وفي شح بالدولارات. كان مفروض ينعمل الكابيتال كنترول لحتى تحافظ على الدولارات الموجوده بالبلد. حتى لما بلشت الازمه انفجرت مثل ما بيقولوا من سنتين بتشرين 2019، كان في بعد بمصرف لبنان اقل شوي من 40 مليار دولار، لنقول 37 38 مليار. لما استلمت حكومه الرئيس دياب كان في 33 مليار. بهيديك الظرف لو صار الكابيتال كنترول كنا حافظنا على كثير من الاموال انه ما تظهر بطريقه عشوائيه. طيب يعني هون حق عمين؟ يعني هون كان في لعبه على المواطن والمودع بالمصارف. لعبه من مين؟ من الزعماء، من المسؤولين، من السياسيين، من المصارف، او منهم كلهم؟ يعني ما خبروا بس، ولكن اللي عندهم مبالغ كبيره اللي هن فايتين باللعبه كلها قدروا يهربوا مصرياتهم، وبقيوا هالمودعين واللي عم يشتغلوا برات البلد ويبعثوا مصرياتهم على البلد، هودي اللي اكلوها. حق عمين؟ مزبوط. ضل في ناس لحديت اول 2019 تجيب مصاري على لبنان وتحطها بالمصارف، بينما بهالوقت هيدا يمكن كان في ناس بلشت تظهر مصرياتها من لبنان. الحق على مين؟ الكابيتال كنترول مين بيعلنه؟ السلطة السياسية، مفروض مجلس النواب بقانون، مجلس الوزراء في تركيبة، يعني السلطة هي اللي بتجي بتفرض الكابيتال كنترول. بينما اللي نحن شفناه انه فعليا مصرف لبنان والمصارف فرضوا نوع من الكابيتال كنترول
استفادوا منه ناس وانضروا منه ناس. استفادوا منه يلي قدروا ياخدوا مصرياتهم لبرا بأي طريقة اللي كانت بهالفترة هيدي من تشرين 2019 لهلأ، نعم. بعدها يمكن عم بتصير بس بأقل كتير لأن ما بقى فيه كتير أموال، ويلي انضروا منه هن بقية الناس يلي ما قادرين. عم بتصير هلأ تهريب الأموال؟ ممكن أنه يكون عم بيصير شيء بسيط إذا بعد في اليوم عم بيظهر شيء، لأنه ما في قيود، ما في قانون. إذا ما في قانون هي استنسابية للمصارف. يعني إذا بدنا دولار من البنك ما بيعطونا. أي البنك ما بيعطيك. بس البنك اليوم إذا عنده أموال عند الكوريسبوندنت وحب أنه هو يحول مبلغ معين لزبون معين بيقدر يعملها إذا عنده مصاري. ما في قانون بيمنعه. الكابيتال كنترول هو قانون بحط لهم ضوابط. هالقانون كان لازم يطلع من أكثر من 3 سنين. شو بعدهم عم بيعملوا طيب لجنة المال؟ طيب إذا هلأ انعمل ما قالوا فايدة، ما قالوا شيء بلا طعم يعني؟ منه بوقته، مأخر كتير. طيب شو هو الكابيتال كنترول؟ ما بيفرض انه المودع كمان ياخذ نسبه من مصرياته؟ الكابيتال كنترول هو اسمه كنترول، انت بتحافظ على الاموال اللي عندك بالبلد لانه لا. بتشوف انه انت مشان ما تظهر هالاموال وتقدر تستعملها وما تنزل قيمه العمله يلي عندك بدك تحافظ على موجودات معينه لحتى ما يصير في فوضى واستنسابيه مثل يلي صار. بنعمل هالقانون هيدا والدول يلي صار فيها ازمات نعمل الكابيتال كنترول فيها بوقت كتير مبكر. بيعملوا كابيتال كنترول بيروحوا على حلول تانية وبيبلشوا يرفعوه من بعد فترة بين 6 أشهر وسنة. تخيل يعني هو لازم يضاين ماكسيموم سنة الكابيتال كنترول. بس انه المودع ما بيستفيد منه ابدا بطريقة ما. هلأ القانون اللي عم بيجربوا يعملوه هو انه بعكس الكابيتال كنترول شوي، انه عم بيقولوا لازم المصرف يحول للمودع اذا طلب بشروط معينة. هي مفروض تكون بالقلب انه ما مفروض حدا يظهر مصاري الا اذا عندك هالشروط. طب ما يظهر بس بالبلد، اذا اخذهم بالبلد وما ظهرهم يعني لا ما بياخذهم هو، لانه لما بده يصير في كابيتال كنترول ما رح يجي هو يقول لك انه انت بتسحب اموالك كاش وبتظهر فيها من المصرف. لا، الكابيتال كنترول هو للتحويل لبرا للخارج. يعني هني عم يجوا بيقولوا اذا انت عندك ظرف صحي او ظرف حدا برا بدك تحول له مصاري اضطراري بمبالغ كتير محدده للتعليم، عندك ناس برا عم بتحول لهم في ديون سابقه ممكن مجبور انت انك تسدد جزء منها، كل هالامور هيدي هني عم بحطوها بالمشروع الكابيتال كنترول يلي هلا عم بيشتغل. طب انه القطاع المصرفي يلي هو القطاع اساسي بالبلد والاقتصاد البلد قائم عليه والى اخره وقديش مهم، كل العالم نعرف انه لبنان قطاع مصرفي قوي، مستعد هالقطاع يروح للانهيار للافلاس يعني؟ هل يعني باي طريقه وين كيف بده يستعيد المودع الثقه ليرجع يحط مصاري، وكيف ممكن كمان يحصل على حقه ليستعيد الثقه بالبنك بالمصرف ويرجع يتعامل مع البنك؟ هل عم يشتغلوا هالمصارف على موضوع معين لمصلحه المودع ولا ناسيين المودع؟ المودع اليوم صار جزئين، المودع القديم والمودع الجديد، يعني نيو دولار اول دولار، في فريش وفي صار بايت، يعني بايت اذا بدك. ايه مزبوط هيك مسمينه فريش، لانه فرقه جايبهم على قبل 2019 هيدي، لانه ليش؟ لانه هوديكي ما انهم قادرين يحصلون. فبدنا نحن نعرف بالاول انه هالدولارات يلي انحطت بالبنوك وين راحت. البنوك شو بتعمل؟ بتدين الحكومه، بتدين مصرف لبنان، بتدين القطاع الخاص بافراد بشركات. البنوك كانت عم تفلش كتير وعم بتدين كتير الدولة اللبنانية وعم بتحط كتير أموال بمصرف لبنان، يمكن لأنه كان القطاع الاقتصادي بلبنان ما بيحمل أنه يتدين مصاري أكتر من هيك، وكان في ودايع عم تجي. يلي صار أنه اليوم الدولة اللبنانية الحكومة هي إجت حكيت عن خسائر، قالت هودي المصاري راحوا خسائر، مش المصارف يلي قالت هيك. بس المصارف يلي كان لازم تعملوا أنه تقول للحكومة كيف هيدي خسائر، انتو بدكم تجوا تعترفوا بالدين انه انتو تدينتوا منا مصاري، وتعاو نحكي نحن وياكم كيف بدنا نسترجع هالاموال هيدي ان شاء الله على فترة سنين. هيدي بترجع الثقة، بترجع جزء من ثقة المودع بالمصرف، لما المودع بشوف المصرف انه هو عم يعمل واجباته تجاه استعادة الاموال يلي دينا للقطاع العام يلي هو الدولة ومصرف لبنان. طيب المصرف ما عم بيقوم ولا بأي خطوة بحق المودع؟ بحق المودع؟ مع المودع يعني، مع حق المودع. المصارف عم تشتغل ضمن الامكانيات يلي عندها. وقعت بازمه سيوله كبيره بالدولار، وصار يطلع من مصرف لبنان تعميم، طلع تعميم 151، طلع تعميم 158، طلعوا هالتعميم يلي عم بيجربوا انه يعطوا شويه اموال للمودعين الصغار.
بس مش اكثر لحد هلا. غسان في شغله يعني انا ما دخلني انا او اي مودع او اي مواطن حط مصرياته وما قال لهم روحوا اعطوهم لدوله فاسده او لدوله عم تنهار. صحيح. يعني مفروض يكون مسؤول عن هالامانه اللي حط المودع عنده. طبعا. وين مسؤوليته اللي تحملها المصرف تجاه الموضوع هيدا؟ كان يلاقيك الموظف او مدير المصرف بالراحات وما يخليك تطلع الا ما بتكون يا لطيف انسان طاير يعني وعاملك ملك، انه هلا صار بيطلع فيك بالقلب اذا انت جاي على الفرع من الموظف الصغير للموظف الكبير. طب هيدا الشيء مسموح؟ الانسان اللي كل تعب عمره حاطه بالمصارف، وين مسؤوليه المصارف ومدراء المصارف؟ وين التعامل والتعاطي بشكل صحيح؟ وين الوقف عند خاطر المودع يلي خسر حياته وصحته وحط مصرياته عندهم؟ واجبات المصارف ان ترد مصاري المودعين. المصارف لحد هلا ما قالت انه هالاموال المودايع اللي عندها هي خسائر وبدها تنشطب. مصارف ما قالت هالشيء. يلي عم بيقول هالشيء كان بعض المصادر بتقول هذا الشيء. ايه لا لا، في ناس عم بتقول هالشيء انه تبخرت وراحت وخساره، وهيدي الحكومه قالتها خساره، كلمه خسائر استعملتها الحكومات. نعم. المصرف اذا بدين اليوم شخص بسيط حق سياره كم الف دولار، نعم، والشخص بيقصر بدفع سندين ثلاثه بتركض بتحجز له على السياره وبتبيعها، واذا ما كفى حقها وبيته بتحجز له على 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 معاشه وبتقول له تعال نشوف كيف بدك ترجع تدفع، كنت رح تدفع على سنتين تعال بدفع لك اياهم على اربع سنين. اذا مع مود اذا مع شخص بسيط تدين كم الف دولار تتعامل هيك؟ اليوم المصارف لازم تتعامل وتفرجي انه عندها خطه مع الدوله اللي هي اكبر شخص تدين مصاري من المصارف. لما المصارف بتبلش تحكي مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان بهالوضوح تجاه الرأي العام، نعم، وتجاه المودعين، تستعيد الثقة، جزء من الثقة بصيروا يقولوا المودعين هيئتهم المصارف عم بيعملوا شيء تيرجعوا لنا مصرياتنا. طيب في بوادر لهالموضوع؟ مصارف المصارف كل شيء بتقوله انه اذا الدولة رجعت تدفع ديونها نحن بنرجع بندفع للمودعين. هالشيء ما بيكفي بتصور. كل واحد بحطها على الثاني. بس انا ما ذنبي مع الدولة، لا، انا ذنبي مع المصرف. طبعا المودع ذنبه مع المصرف، طبعاً. المصرف هو المسؤول وهو يصطفل كيف بده يلاقي الحل. ما عنده املاك برا، ما عنده اموال برا، ما بيكف، ما بيكف، لانه المصرف مثلا تنقول لكل 100 دولار بتنحط عنده شو بيعمل او شو عمله؟ دينوا شوي للقطاع الخاص، نعم، 30-35%، دينوا الدولة اللبنانية، حطوا مع مصرف لبنان 50-60% اوقات اكثر بعض المصارف، مش كلهم، نحن، نعم، عم نحكي افريج، نعم، في مصارف حاطه يمكن 20% مع القطاع العام يلي هو مصرف لبنان او 30%، وفي مصارف رايحه لحديت 70%، نعم، وحاطين شويه ليكويديتي وبخلوا عندهم شويه كاش. اذا الناس يلي هن مدينين المصاري ما ردوا لهم، وهالناس ما رح يجوا منهم لحالهم يردوا، بدل المصاري تتحرك سايكل يصطفلوا. ذنبهم مش ذنب المودع، المودع بده حقه لاخذ تعويضه. يعني بس انا بدي خبرك عن بس عناصر الجيش اللبناني، مش رح اقول لك حدا ثاني، نعم، اللي اخذين تعويضاتهم اللي شغلين كل عمرهم بالخطر، نعم، كانوا عم يحمون للمصارف وعم يحموا البلد، حطون بالبنوك وراحوا مصرياتهم. صحيح. يعني ما يعني هي عم بعطيك مثلا من ملايين الامثله، العالم اللي عاشت كل عمرها برات بلدها بالغربه اشتغلت وودت مصرياتها وكمان خسرت، العالم اللي اخذت تعويضاتها اللي امنت اخرتها لانه هن مش قادرين يامنوا اخره المواطن وما خلون حتى الواحد يامن اخرته. بدي اجوبه سريعه منك غسان على بعض الاسئله اذا ممكن. 158 قرار بتنصح فيه او لا؟ ال 400 دولار كاش، 400 دولار اللبناني هلا اول ما طلع كنا منقول انه يمكن بعض الحسابات الصغيره انت تستفيد منه اكثر، الحسابات الكبيره ما بهمها. اللي تبين هلا وباتصالاتي مع عده مصارف انه التجاوب الناس المودعين مع ال 158 كثير ضئيل. نعم. اول ما انعمل انحكى ب 800,000 حساب و 700,000 حساب. بس بدي اجوبه سريع، تنصح فيه او لا؟ بنصح فيه اذا حدا عنده حساب صغير اليوم بالبنك وبده يخلص منه. كبير شو راح يخسر؟ لانه الحساب الكبير قديش عم ياخذ هو اليوم؟ طيب ما عم ياخذ، ما لا ما ما كثير، يعني الناس مش احسن ما انه ما ياخذ؟ الناس ما عندها رغبه، يعني اليوم النصيحه لا ما بقى. مش بدي بالناس، بدي انت غسان، ليش ما بتنصح فيه؟ اللي عنده حساب 100,000 بالبنك، 200,000 بالبنك، 300,000 بالبنك او عنده 10,000، عم ياخذ جزء اذا هو بحاجه، يعني لانه اذا بده يصرف على 3900 بده يخسر نفس المبلغ 800 هون 5000 هون. ايه مش قصة ما بنصح فيه، قصة انه يلي بده بيقدر، نعم، بيقدر يستفيد منه، نعم. بس اليوم بما انه هيدا مدته كتير طويلة، يعني اللي حاطط مبلغ كبير بالبنك
إذا بده يقعد على سنتين ثلاثة ليحصل 2 أو 3% من أمواله يمكن بكرة يصير في شيء بعد فترة، لأنه نحن شفنا من سنة قبل 158 كان في 151، وهيدا وقت التعميم اشتغل على 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 الودائع اللي 5 ملايين ليرة والصغير كتير. هلا طلعوا لمبلغ اكبر، صاروا يحكوا ب 10000 دولار بالسنه واشياء من هالنوع. في وقف هيدا ويمشي مع الجديد، بيقدر بيقدر يعني. هيدا قرار، عم بقول لك هيدا قرار حر، بس اللي شفناه الناس هي ما اقتنعت، قد ما تنصحهم او ما تنصحهم هن مش مقتنعين. مش عم جاوبني اجوبه، عندي كثير اسئله وخلص وقتي. بدي اجوبه سريعه برايك 3900 باخر ايلول شو بتصير؟ 3900 لازم كانت تطلع من قبل هيك. نعم. الاتجاه هو مفروض يكون شو بتصير؟ ما في رقم، ما فينا نعرف الرقم. الرقم لازم يكون فيه توحيد لسعر السوق كله سوا، دولار سعر واحد لازم يكون. في خطر بالدنيا. انهيار قطاع المصرفي؟ قطاع المصرفي هلا بعده ممسوك بطريقه وعم بينشغل عليه من ضمن صندوق النقد. اذا رحنا على صندوق النقد في حل للقطاع المصرفي. رفع الدعم رح يودي فينا لارتفاع بسعر الدولار ولا شو الوضع؟ رفع الدعم بالمبدأ هن الهدف منه أنه ما يطلع سعر الدولار، بس رح تطلع سعر المواد الاستهلاكية. نعم. شو رح بصير يعني؟ بده يصير فيه شوية انفليشن زيادة. إذا الدولار قدروا ينزل سعره من وراء إجراءات سياسية اقتصادية رح تعملها الحكومة مع الجهات الدولية ومع صندوق النقد، ممكن أنه يثبت بمطرح معين ويصير فيه ستابيليتي معينة. غسان بدنا نشوفك حلقه ثانيه، لانه كثير معلوماتك مهمه. وسوري انه انا كنت عم بحشرك بالاسئله، لانه كان بدي بعد كثير اسئله اسالك اياها، ولكن بنخليها لحلقه ثانيه. بتشكر مشاركتك معنا، بذكر انه السيد غسان